السلام عليكم بنات، كديري لاباس عليكم؟ كديري ما صحيحه، كلشي في امان الله، بسم الله على بركه الله. بالنسبه اليوم ان شاء الله قررت نشارك معكم بطاطا مقليه ولا لي بون فريت ولا كل شيء، ولا اسماء متعدده، ولكن هي بطاطا مقليه زعما محبوبه الكبار والصغار. اول حاجه باش تجينا البطاطا ديالنا بعدا تجي مقرمشه ان شاء الله، تجينا فحال ديال هاد المحلات اللي كنشرو بهم الاكل جاهز. بسم الله على بركه الله. اول حاجه نوعيه البطاطا، كناخدو البطاطا الحمراء والسيرتو اللي كتكون فيها ديك التنبيته منبته، اش كيقولوا لها نباته، هذيك كتجي غزاله في القلي كتجي زوينه. اما البيضاء كروها ما كنستعملوهاش نهائيا، الحمراء والسيرتو الحمراء اللي كتكون منبته. هنا خديت انا كيلو ديال البطاطا، قشرتو ودرتو في الماء ان شاء الله، وسوا تقطعو عادي في السكين، بطاطا مقليه المعروفه كنحاولو نديروهم اصابع مقاده، ولا كتقطعو اللي عنده ديك الاله البيضاء ولا هادي تيقطع بها اللي بغيتو. ان شاء الله حاجتنا عندنا كيلو الطاطا، حاجتنا في نص كاس ديال الخل، وان شاء الله جوج معالق كبار ديال المايزينا ولا جوج معالق كبار ديال الطحين، والزيت ان شاء الله اللي لقيت. بسم الله على بركه الله. انا ديجا قشرت البطاطا ديالي، غادي نقطعوها عادي، نديرو حنا تقطع عادي ديال البطاطا ديالنا، غير ما يكونوا نحاول نجيبها مقاده، اللي ما يقدرش يجيبها مقاده يدير الا عنده ديك الاله راه رخيصه كدير 13 درهم صافي وقطع. بسم الله على بركه الله. وكنبدا كنقطع اصابع بحال هكايا، كنحاول نجيبهم بحال ديال المحلات الكبرى هكايا صافي، وكنديرهم ان شاء الله. غادي نعمر هذه بالماء، غنقطع البطاطا ديالي كلها اصابع ونخليها في هذا الماء، ونغسلها مره وجوج وثلاثه باش كنحيد من هذاك النشا، غنحيد من هذاك النشا ديالها مزيان مزيان ان شاء الله، عاد غنطلقوا باش نديرها في الماء والخل. صافي هي البطاطا ديالنا، هاد البطاطا دابا غنغسلها جوج حتى ثلاثه المرات هكا مزيان مزيان باش نحيد من هذاك النشا ونتلاقاو ان شاء الله، نغسلها ونتلاقى معها. ها هي البطاطا ديالي، من بعد ما غسلتها ثلاثه المرات غسلات مزيان، درت ليها ماء جديد، ودابا غنضيف عليها نص كاس ديال الخل، نص كاس درتو في كيلو، وغنخليها دابا مرقده في هذا الماء والخل واحد الساعه ان شاء الله، نتلاقاو باش نقليوها مع بعض. صافي من بعد ما دازت نص ساعه غادي نصفيها، نصفيها في غنمشي لافابو نصفيها ونوريكم كيفاش غادي نشفها مزيان مزيان ان شاء الله. صافي صفيتها، كنبقى هكا نقطرها نقطرها مزيان مزيان بالماء، خاصها تنشف ليا مزيان باش عاد ندير لها نشا سينا، ولا درت لها نشا هكايا دابا وهي فاسقه غتعجن فيها نشا. صافي دابا نجيب منديل ديال لاكويزين هكا نقي، صافي وكنبقى نشفها مزيان، حتى كتنشف مزيان صافي كتولي تهزها كتلقاها ناشفة مفيهاش قطرة الماء. صافي من بعد ما نشفت انا فزقولي الماء الاولين، درت هاد المنديل الاخر، المهم هاد المنديل كلهم نقيين تيكونوا ديال لاكويزين. صافي نشفتها مزيان، غنجيبها في شي باسينا ولا بانيو ولا اي حاجه، صافي كنرميها وكندير لها جوج معالق كبار، هي اللي عندكم ما عندكمش مايزينا نشا ديروا جوج معالق كبار ديال الطحين، يكونوا معالق عامرين بومبي سينا عبرتو من قبيلة، جوج معالق كبار بومبي مزيان. صافي وكنبقى كنلبسها هكايا نفس المقدار بحال الطحين بحال النشا. كنبقى معاها حتى كتلبس مزيان بهاد النشا اللي عندي باش يواصلو شي موصلو. صافي كنبقى هكا، صافي دابا ان شاء الله غادي ندير الزيت ديالي تسخن ونتلاقاو ان شاء الله. صافي من بعد ما سخن الزيت ديالنا نكرنيوها،
الحمد لله الحمد واحد الواحد الناس ملي كان ملي كان رغيف البطاطا ديالنا ما كنحركوهاش غير واحد 4 5 دقائق حتى كتسقط الرصاص ديالنا عاد كنحركوه. دابا غندير لها المليحة، دابا غندير لها الملحة، كي كتسمعوها مش كبيرة تبارك الله ما شاء الله، اللي مقطعين مزيانين تيجيو فنين بحال ديال الزنقة، كي دايرين تبارك الله غزالين كروستيون تاعهم فن غزال غزال ما تفرقيش من ديال الزنقة، هي اللي كتقطع زوينة تتعطي المنظر زوين سيرتو اللي قطعتيها بالآلة. صافي ان شاء الله انا غادي نقدمها نوريكم النتيجة النهائية. صافي تنقدموها للوليدات تتجي بحالها بحال ديال الزنقة. سيرتو لو كيكونو مقطعين مزيان لو مقطعين بلا ماشين بلا ماشين تيجيو زوينين. أنا قطعتها بإيديا بالنسبة لعند بلا ماشين غادي تجي غزالة. تنقدموها مع المطاد مايونيز كيتشوب ديال الدار ان شاء الله من بعد نشارك معكم الكيتشوب ديالي ولا مايونيز ديال الدار. كنتمنى البنات تعجبكم هذه الطريقه هذه ديال لي بون فريت سيرتو دابا مع الصيف ومع لي ساندويتش وهذا. بالنسبه للدراري كتجي غزال كتجي بحال بحال ديال الزنقه ما تتفرقيش على ديال الزنقه وتجي مقرمشه. وان شاء الله ان شاء الله المره الجايه نشارك معكم هذه لي بون فريت بطاطا مقليه في الفران بطريقه اخرى ان شاء الله. كنتمنى انكم تدعموني في القناه ديالي بلي لايك وتشجعوني وتبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب وما تبخلوش عليا بلي لايك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.